احمد فخري لقاي النهارده مختلف تماما في شغله الفني عن فيستون. يعني فيستون صح. بيبقى رغبته الاولى دايما ان هو اللي يهدف. فخري لقاي بيدي مساحات كبيره جدا للاثنين اللي موجودين على الاطراف سواء رمضان او مصطفى، عنده دايما حته ان هو مش لازم هو اللي يجيب الجول. بتشوف ان هو ده الانسب مع القايمه اللي موجوده مع باتشيكو واعتماده على الجناحين، ولا ده ماتشات وفيستون هيبقى ليه احتياج في ماتشات ثانيه؟ هو مش موضوع الانسب يا بيه، هو موضوع ان فخري لقاي برضو لعيبه متعوده عليه لان بقاله فتره طويله معاهم، وهو عنده ميزه في حته الاختراقات من العمق. يعني هو عنده سرعات، فدي بتبقى ميزه لما الجيم بيفتح. هو بيبقى لعيب مميز جدا ولعيب مهم جدا بالنسبه ل بيراميدز. على الناحيه الثانيه فيستون هيبقى ليه شغل مختلف، ليه طريقه لعب مختلفه، فبالتالي ده بص احنا بنتكلم على فرقه عايزه تنافس على بطولات، يبقى لازم يبقى عندك اتنين تلاته مهاجمين كويسين بيتنافسوا طول الوقت، والافيد والافضل هو اللي يلعب، هو اللي يكون موجود. ده في وقت من الاوقات هيبقى موجود ليه متطلبات، والتاني هيبقى ليه متطلبات. يعني النهارده مثلا فرقه فتحت بعد الهدف الاول بعد الهدف التاني، فخلاص اتفتحت، فبقى عنده لو جينا بصينا على فخري لقاي النهارده في كل كوره بيقطع، هو بيعرف على فكره يلعب على التايمنج كويس قوي، ان هو بيلعب على الخط وبعد كده ياخد خطوتين بيروح زي ما شفنا الهدف بتاع مصطفى، وشفنا كذا هجمه حتى ضربه الجزاء كمان نفس الحكايه. يعني هو بيعرف ازاي يلعب، ان هو يلعب على اخر واحد ويختار التوقيت المناسب ان هو ما يكونش فيه تسلل. لا عايزين الكورتين اللي هو ضربه الجزاء والكوره الثانيه اللي هو عملها بالظبط. فعشان نبقى رابطين مع بعض بشكل كويس، انما خليني اقول لك ان ده هيبقى ليه تواجد مهم. ايوه بالظبط، بس هاتها من الاول. يعني هاتها عايزينها من الاول، من الاول خالص، من اول الهجمه جا عشان نشوف تحركه عامل ازاي بالظبط. هنا هو ده مميزات فخري لقاي. الراجل التاني مميزات ان هو هيبقى محطه للناس اللي جايه من تحت في وقت من الاوقات. يعني في ماتشات هتبقى مقفوله الدنيا، فهتلعب على كرات عرضيه او هتلعب على الاجناب، ان انت هتلعب كورسات هتبقى محتاجه من هنا. اهو بص هو بيضرب الخطوط، هو مميز جدا جدا في الحته دي. يعني هو مميز جدا في الحته دي. بص بيلعب على اخر واحد، وطبعا عنده السرعه هنا بشكل قوي. دي مميزات فخري لقاي هتستغله في وقت بالشكل ده. الناحيه الثانيه في وقت من الاوقات لما يكون الدنيا مقفله والامور مقفله وهتلعب كرات عرضيه هتستغل فيستون يبقى موجود معاك في وقت من الاوقات. كابتن وليد اشار لنقطه، ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض. انت في وقت ممكن تبقى الدنيا مقفله بالنسبه لك، خلاص انت محتاج انك انت يبقى عندك اثنين متواجدين جوه، ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض. تهيألي لعبهم في ماتش البنك الاهلي مظبوط في الاخر لما اتزنق شويه. ايوه مظبوط. فاقصد ان 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 كل ما عندك مهاجمين كويسين كل ما ده استفاده الفريق. زي ما احنا بنتكلم على الخط اللي من تحت الخلفي، رمضان صبحي على ابراهيم عادل على مصطفى فتحي على كارتي على عبد الله السعيد على اسلام عيسى اسامه بوبو كمان اسامه نبيه. فاقصد ان كل ما كان عندك عدد كبير من اللعيبه انت كمان مش هتبقى شايل هم، صح؟ مش هتبقى عندك مشكله، وكلهم قطعات مختلفه، يعني كل واحد ليه طعم مختلف عن التاني. صحيح. فده مفيد في وقت من الاوقات، وده مفيد في وقت من الاوقات بشكل عام. الاثنين هم مفيدين للفرقه، وده الاهم بالنسبه للمدير الفني. المدير الفني بيبقى عايز كل لعيبه عنده نفس الجاهزيه، وهو يبدا بقى يشكل بقى التشكيله بتاعته بالشكل اللي هو عايزه. المباراه دي محتاجه الفيستون هنحط الراجل ده، المباراه دي محتاجه الفخري لقاي هنحط فخري لقاي في المباراه اللي زي دي. في مباريات هتبقى محتاجه الاثنين مع بعض هنحط الاثنين يبقوا موجودين مع بعض. فعشان كده دايما انا ليه دايما بصير اني لازم فرقه بيراميدز لعيبه وجهاز واداره يصدقوا، لان هم عندهم ما شاء الله في كل حته، ما عندهمش نقص عددي خالص في كل حته.